الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة الرابعة في مقرر Visual Basic 2008. نتذكر اللي احنا قلنا قبل كده، احنا كنا خدنا قبل كده ان اي برنامج كونسول ابلكيشن هنعمله هيتكون من 3 خطوات مدخلات، وده بيتم عن طريق console.readline والمعالجة، ودي اللي هي عمليات الحسابية اللي هتتم، والمخرجات اللي هي بتتم عن طريق console.writeline. وعرفنا العمليات الحسابية اللي بتتم عندنا الجمع والطرح والضرب والقسمة والقسمة الصحيحة والباقي والأس. وعرفنا ان احنا ممكن جملة الطباعة نضمنها بعض الحسابات، وممكن نعمل بعض الحسابات الوسيطة عشان نوفر الوقت ونزود الكفاءة. ساعات بيكون عندنا نحتاج الى جمل شرطية، ان يكون في عندنا فرعتين في الحسابات، فبنستخدم جملة if وجملة الشرط within وelse وand if. وعرفنا ان جملة الشرط بتاعتنا بتكون عبارة عن مقارنة بين قيمتين، قيمة اولى وقيمة تانية، وبينهم اداة مقارنة، ودي ادوات المقارنة اللي احنا بنستخدمها دايما معنا. عرفنا ان في جمل التكرارية عندنا في do while loop، وعرفنا ان في do until loop، وممكن نخليها do loop while ودو loop until. وعرفنا ان في nested structures، ان يكون في عندي جملتين اف جوا بعض او ثلاثة، يكون في عندي 2 do loop جوا بعض زي ما هو واضح قدامنا هنا. عرفنا ان في جملة تكرارية اللي هي اللوب ستيتمنت، اللي هي الفور، بنقول الفور اي من اي 1 تو اي 2 ستيب انكريمنت ونكست في الاخر. وعرفنا الفرق بين التكرار بجملة الفور والتكرار بجملة الدو لوب. الدو لوب التكرار بتاعها تكرار غير معلوم العدد، اما هنا التكرار بيكون معلوم العدد. عرفنا ان ممكن لو عندنا خيارات كتيره، بدل ما نقعد نستخدم جمله if then else and if كذا مره جوه بعض نستد، فممكن نستخدم جمله select case ونكتب له الكيسز اللي عندنا كلها، وفي كل كيس بنكتب جواب الشرط بتاعنا، وفي الاخر بنكتب له جمله end select. وعرفنا الارايز المصفات، وان هي بتكون مهمه جدا عندنا. لما بنيجي في جمله الدايمنشن ونقول له dim value 9، فبيروح مخزن 10 مخازن باس نفس الاسم اللي هو values، بداية من الاندكس 0 حتى الاندكس 9 اللي انا قايل له عليه. وعرفنا ان احنا عشان ندخل او نخرج القيم بتاعت الاري لازم نستخدم فور ونكست عشان نمر على العناصر عنصرا عنصرا. النهاردة نتكلم عن موضوع جديد اللي هو functions and subroutines، الدوال والبرامج الفرعية. ال Visual Basic في دوال كتيرة جدا بنستخدمها زي ما شفنا قبل كده، في دالة للساين، دالة للكوزاين، زي الآلة الحاسبة بالظبط اللي احنا بنستخدمها. تعال نشوف مع بعض، لو حبينا نعمل برنامج create a program that calculates the combination of two numbers which is calculated from the following rule. عايزين نحسب الكومباينيشن اللي هو التوافيق عن طريق القانون بتاع سي ان ام بيساوي مضروب ام فاكتوريال ان على فاكتوريال ام على فاكتوريال n ناقص m. البرنامج ده ممكن نعمله، نفتكر القانون مع بعض. احنا هنا محتاجين نحسب الفاكتوريال 3 مرات. اول حاجة هندخل المتغيرات بتاعتنا برسالة، ادي المتغير n دخلناه، قلنا له دخل الرقم الاولاني، والمتغير الثاني اللي هو m برضو دخلناه. هنبدأ نوصف بعض المتغيرات n m فاك n فاكتوريال n، يعني فاك m فاك n m كومباين i. اول حاجه هنحسب الفاكتوريال بتاع الان ازاي. شفنا قبل كده البرنامج ده، اول حاجه هندي فاك ان قيمه بواحد، ونعمل فور من 2 لغايه ان، ونقول فاك ان بيساوي فاك ان في اي. يبقى احنا كده قدرنا نحسب فاكتوريال ان اللي هو البسط. طب عايزين نحسب فاكتوريال ام، نفس القصه، هنقول فاك ام بيساوي 1، وفور ونكست من 2 الى الام، من 2 الى الام، هنقول فاك ام بيساوي فاك ام في اي. هنحسب متغير جديد اسمه ان ام اللي هو ان ناقص ام، احنا عايزين نحسب له الفاكتوريال، وهبدا احسب فاك ان ام بيساوي 1، واعمل فور ونكست من 2 لغايه ان ام، واقول له فاك ان ام بيساوي فاك ان ام في اي. كده بالثلاث خطوات دول، الخطوه دي والخطوه دي والخطوة دي، أكون حسبت الثلاثة فاكتوريال اللي أنا عايزهم. هقول له يبقى الكومباينيشن بتساوي فاك إن على فاك إم في فاك
ان ام طبعا في قوسين موجودين بتوع المقام، وهنطبع الفاكتوريال على الشاشه، هنطبع سي بين سي وكوس بين دبل كوتيشن، نطبع قيمه الان وبعدين كوما وبعدين قيمه الام وبعدين نقفل القوس ونقول له بتساوي وكومباين وكونسول دوت ريد لاين. ده كده برنامج احنا عملناه. واضح ان هنا في حته اتكررت كذا مره اللي هو جزء بتاع الفاكتوريال. تعال نشوف البرنامج ده لو حبينا نعمله بصيغه افضل باستخدام الفانكشنز، ودي اللي احنا بصدد الكلام عنها. ده البرنامج القديم. احنا بدل ما جينا حسبنا فاكتوريال ان وفاكتوريال ام فاكتوريال ان ناقص ام، وجينا هنا حسبنا القانون بتاعنا، احنا ممكن بسيطه جدا نقول له ان كومباين اللي هو كومباينيشن بيساوي فاكتوريال بين قوسين ان على فاكتوريال ام في فاكتوريال ان ناقص ام. طب هو اصلا في كلمه فاكتوريال دي، هل هو فاهم ايه فاكتوريال؟ هل في داله عنده اسمها فاكتوريال؟ لا ما عندوش. طب الحل ان انا اعمل داله اكتبها اسمها فانكشن فاكتوريال. الجي ده اللي هو الانبوت المدخل بتاع الفاكتوريال. كويس، هاجي هنا وصف ديم كي وصام از انتجر، صام بتساوي واحد قيمه ابتدائيه بواحد، ودي عرفناها قبل كده لما اجي احسب الفاكتوريال لازم ادي العدد بتاعنا قيمه بواحد عشان لما يجي يضرب فيها ما يكونش بتديش صفر. وهنقول له فور كي من 2 الى جي، حيث ان الجي ده الرقم اللي انا مدخله اللي انا عايز احسب له الفاكتوريال، بيساوي صام بتساوي صام في كي. يبقى لو دخلت له الجي بثلاثه او باربعه، دخلت له الجي باربعه هيقول 4k من 2 الى 4 ويقول لي صم بتساوي صم في 2، لفت بعديها صم في 3 صم في 4، يبقى هو كده حسب لي الفاكتوريال بتاع الجي. هاجي في الاخر اكتب له ريتيرن، يعني ايه القيمه اللي يرجع بيها من الفانكشن دي؟ هي قيمه الصم. تعالوا نشوف البرنامج ده لو عملناه مع بعض هيتم ازاي خلال الفيجوال بيزك دوت نت. هنقول له نيو بروجكت، كونسول ابلكيشن 36، هنعمل على طول البرنامج الثاني. تعال نقول له كده كونسول دوت رايت لاين او رايت بس عشان يطلع في نفس السطر، انتر ذا فيرست نمبر، وهنقول له ديم ان از انتجر بيساوي كونسول dot read line. بنفس الطريقة هناخد الجملتين دول ونكررهم، بس بدل ما هو first number هيبقى second number، وبدل دي ما هي n هتبقى m. احنا هنيجي تحت هنا بعد ال end sub ونعرف نقول له function factorial. الفاكتوريال دي هتاخد قيمة j as integer. نلاحظ ان هو اضاف لي جملة اسمها by val، مش مهم عندنا دلوقتي هنتعرض ليها بعد كده، وكتب لي جملة end sub. هنبدأ نوصف نقول له dim k و sum as integer، وهاجي هنا اقول له sum بتساوي واحد كقيمة ابتدائية، 4K بتساوي 2 2J، sum بتساوي sum مضروبة في K. وهنيجي هنا قبل نهاية الفانكشن هنقول له return sum. هنرجع للبرنامج الرئيسي، هنقول له نوصف فوق أو ممكن هنا حتى dim combination as integer هتساوي ايه؟ هتساوي
فاكتوريال اوف ان مقسومة، افتح قوس واقفله عشان المقام، فاكتوريال of m مضروبا في factorial of n ناقص m. هني عايزين نطبع، يبقى console dot right line، هنطبع بين double quotation c ونفتح قوس، ونطبع قيمة ال n ونحط فاصل كوما، ونطبع قيمة الـ M ونقفل القوس وعلامة تساوي، ونطبع قيمة الكومباينيشن، ما ننساش في الآخر نحط جملة console.readline. كده احنا خلصنا البرنامج بتاعنا، هنحفظه ونشغله. تعالوا نشغله سريعا كده الأول، ونرجع تاني نعد عليه خطوة خطوة. قال لي دخل الرقم الأولاني، هقول له 5. دخل الرقم التاني، هقول له 2. قال لي نسي 5 و2 بتساوي 10. تعالوا نمشي البرنامج كده خطوة خطوة ونشوف بيشتغل إزاي. قال لي دخل الرقم الأولاني، هقول له 5. خطوة تانية، قال لي دخل الرقم التاني، هقول له 2. تعالوا بقى حضراتكم نشوف هيعمل ايه. هيجي يعدي، وصف هو متغير اسمه كومباين، هيبدأ يوصفه. هيلاقي أول حاجة يقول فاكتوريال ان، ال ان أصلا بخمسة. لما أجي أمشي، طبعا كان المفروض نمشيه أبطأ من كده شوية لأن هو كده مشي على طول، طلع عليه بـ10. تعالوا نمشي تاني. رقم الأولاني بـ5. لو دخلنا على ديباج ندوس F11. ايه الفرق بين F10 وF10؟ F11 بيمشي خطوة خطوة حتى على البرامج الفرعية، لكن F10 بيمشي على طول للبرنامج الرئيسي بس. طيب فهنيجي هنا ندوس F11 بدل F10. نقول له 2. ندوس بقى F11. نشوف بقى ايه اللي حصل. دخل هو على البرنامج الفرعي اسمه فاكتوريال. كويس. الجي خدها بـ5 لانه اول حاجة عدى عليها فاكتوريال 5. نزل هنا خد الصم بـ1 وبدأ يغير الكي من 2 الى 5. يلف لف، لفة تانية، لفة تالتة، لفة رابعة، لفة خمسة، في الاخر حسب الصم اللي هو 120 اللي هو الفاكتوريال بتاع مين؟ بتاع الخمسة. جه رجع تاني لقى فيه في نفس الجملة حاجة اسمها فاكتوريال ام، والام بـ2، فراح داخل تاني وحط الجي بالقيمة المناظرة ليها اللي هي 2، ودخل حسب الصم، حسب مضروب 2 طلع بـ2. طلع تاني رجع البرنامج الرئيسي لقى فيه فاكتوريال تاني في نفس السطر ان ناقص ام، لان بـ5 والام بـ2 الفرق بينهم 3. دخل على البرنامج الفرعي وخد الجي بالقيمة المناظرة ليها اللي هي ان ناقص ام اللي هي بـ3. دخل بدأ يحسب مضروب 3، حسب مضروب 3 طلع بـ6، رجع مضروب 3. يبقى هو كده حسب فاكتوريال ام بـ120، فاكتوريال ام بـ2، فاكتوريال ان ناقص ام بـ6، اجرى العمليه الحسابيه حسب الكومباينيشن طلعت بـ10، طبعها على الشاشه. ده كده ملخص لموضوع الفانكشنز. لو خدنا برنامج تاني قريب منه، عايزين نحسب قيمه فانكشن اف، بحيث اف ان بتساوي سيجما اي من 1 الى ان، يعني الان دي رقم هندخله، هيدخله اليوزر، بتساوي سميشن اي اس 4، والمقام فيه سميشن اي تربيع على سميشن اي تكامل. ممكن نعمل برنامج يعني جزء نحسب منه السميشن بتاع اي اس 4، وجزء تاني سميشن اي تربيع وسميشن اي تكعيب، لكن ممكن نعمل البرنامج ده بسهوله جدا عن طريق فانكشن. هنعمل فانكشن اسمها سم باور، ندخل لها الجي اللي هو الرقم اللي عايزين نجمع لغايته اللي هو هنا يناظر ان، والبي اللي هي الباور.
هنيجي نقول له ديم كي وصم از انتجر فور كي من واحد الى جي، ما الكيد هنا اللي هي عباره عن الاي زي الاي. هنعمل لوب ونقول له صم بتساوي صم زائد او صم زائد تساوي، عرفناها قبل كده، زائد تساوي معناه يجمع كي اس بي. البي دي انا داخل بقى من بره اللي هو الباور، بحيث ان انا لو عايز اجمع اس 4 ادخله البي ب 4، عايز اجمع اس 3 ادخله البي ب 3، اس 5 زي ما انا عايز. يبقى هو كده في وبعدين اعمل له ريتيرن للصم. يبقى الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتعمل سميشن للاعداد من واحد لجي اس الباور ده. كويس، تعال ندخل على البرنامج الرئيسي. هنقول له دخل لي النمبر اللي هو الان، فعايزين نحسب الفانكشن. هنوصف فانكشن فاريبل اسمه اف ان، ونقول له ان اف ان بيساوي سم باور ان اس 4. شوف بقى سم باور دي اللي هي اسم الفانكشن، واديته ان و4. يبقى الحته دي بس هترجع لي، الحته دي بس هترجع لي السميشن بتاع الاي اس 4 من 1 لان على سم باور ان و2 في سم باور ان و3. يبقى احنا بسهوله جدا لما وصفنا فانكشن نقدر ان احنا نستدعيها كذا مره ونطبع على الشاشه وما ننساش نوقف البرنامج. من اللي فات نكتشف ان هيكل الاستراكشر بتاع الدوال، بنكتب له كلمه فانكشن وهو بيكتب لي اند فانكشن في الاخر، بكتب له اسم الفانكشن وبنكتب له انا اسماء المتغيرات، وبجي له انا اقول له ريتيرن في الاخر خالص المتغير اللي انا عايز ارجع بيه من الداله. زي ما قلنا ده عباره عن اسم الداله، هنا بدخل اسماء المدخلات، هنا بعد جمله ريتيرن بين قوسين بدخل المخرج اللي انا عايز اخرج بيه. لو عايزين نفس البرنامج اللي فات اللي هو بتاع الكومباينيشن بس باستخدام السب روتينز، عايزين نستخدمه عشان نشوف الفرق بين الفانكشنز والسبروتين. اول حاجه هنوصف سبروتين، هنقول له سب بدل فانكشن اسمه فاكت او فاكتوريال زي ما يكون، مفيش مشكله. وهنا الخطوات نفس الخطوات اللي فاتت بالظبط بتاعه حساب الفاكتوريال. الفارق ان هنا مفيش جمله ريتيرن، مفيش هنا جمله ريتيرن. وجيت انا هنا قلت له جي از انتجر باي ريف سم از انتجر. ونلاحظ كلمة باي ريف، باي ريف دي معناه ان ده المخرج بتاعنا. هناك كان المخرج في الفانكشن بيتم عن طريق كلمة ريتيرن، هنا المخرج بيتم عن طريق كلمة باي ريف في رأس السبروتين. يبقى ده فرق جوهري ما بين الفانكشن والسبروتين، لكن نفس الخطوات هي نفس الخطوات اللي تمت عندنا. هنيجي في البرنامج الرئيسي نقول دخل الرقم الاولاني، دخل الرقم الثاني. نيجي هنا بقى نقول له نوصف المتغير بتاعتنا، نقول له فاكت ان وفاك ان. هنا بقى بدخل له، هنا بدخل له المدخل والمخرج في نفس السطر في الكول بتاع في استدعاء الداله او في استدعاء السبروتين البرنامج الفرعي. يبقى ناخد بالنا هنا الفانكشن السبروتين قلت له فاكت اهي، قلت له ان وفاك ان، الان دي اللي هي المدخل والفاك ام اللي هو الفاك ان اللي هو المخرج اللي بيخرج لي. بس لازم في راس السبروتين اكتب له باي ريف، لازم اكتب له باي ريف. نفس الكلام هعمله ان انا هستدع الداله فاكتوريال، ادخل لها الام واطلع الفاك ان ام، ادي له الان والام كمدخل واطلع الفاك ان وام كمخرج، هبدأ احسب الكومباينيشن واطبعها على الشاشة. الهيكل بتاع البرنامج الفرعي زي ما شفنا مع بعض، هنا بديله كلمة sub واند sub بيكتبها، اسم البرنامج الفرعي، باجي هنا بين القوسين دول بكتب له اسماء المدخلات والمخرجات. طب اميز ازاي المدخل على المخرج؟ كلمة باي ريف، اي حاجة قبل منها باي ريف يبقى دي معناها ان هي مخرج عندنا. فوائد استخدام الدوال والبرامج الفرعية: اختصار الوقت والمجهود بدل ما اقعد اكرر، منع التكرار، تنظيم البرنامج، البرنامج بتاعي منظم جزء ثم جزء ثم جزء. ايه الفارق بين البرامج الدوال والبرامج الفرعية؟ الفارق عندنا ان الدوال والبرامج الفرعية ممكن تحتوي على اي عدد من المدخلات، 2 3 زي ما يكون. الدوال والبرامج الفرعية ممكن ما تحتويش على مخرجات، يعني ممكن يكون البرنامج الفرعي ما فيش فيه مخرج، هو بيأدي وظيفة وخلاص. هنا بقى الفرق ما بين الدوال والبرامج الفرعية: الدوال أقصى عدد من المخرجات لازم يكون واحد، لذلك جملة ريتيرن عندنا بترجع حاجة واحدة بس.
أما البرامج الفرعية فلا يوجد حد أقصى، فلا يوجد أقصى عدد للمخرجات. ممكن يكون عندي مخرج 10 مخرجات كله بيتم عن طريق إيه؟ باي ريف. الدوال ممكن استدعائها داخل جملة، لكن الجملة البرامج الفرعية لازم تستدعى في جملة منفصلة. شفنا هناك كنا قلنا له على طول في سطر واحد فاكتوريال ان على فاكتوريال ام في فاكتوريال ان ناقص ام، لكن في البرامج الفرعية السبروتينز لازم ان احنا كل سطر نستدعي، عايزين نستدعي البرامج الفرعي لازم نستدعيه في سطر منفصل. ملخص اللي احنا قلناه ده الشكل بتاع الفانكشنز، ان بنقوله فانكشن واسم الفانكشن اسم الداله، وبنكتب هنا اسماء المدخلات فقط. اما المخرج بيتم عندنا في الاخر قبل جمله ريتيرن، داخل جمله ريتيرن. البرامج الفرعيه بنكتب فوق هنا مفيش جمله ريتيرن، في هنا اسماء المدخلات والمخرجات بنميز بينهم عن طريق باي ريف. اي حاجه فيها باي ريف يبقى معناها ان هي مخرج يرجع لي الى البرنامج الرئيسي. ودي الفروق ما بين الدوال والبرامج الفرعية. وكده نكون انتهينا من المحاضرة الرابعة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.